مناورتنا النهارده مهمه جدا. ليه مهمه؟ لان احنا هنرد بيها على كل شخص فاكر انه الستات ما بتعرفش تسوق وان سواقه الستات اي كلام وان الستات ضعاف في السواقه. من مكاني ده بقول لكم لا. ليه لا؟ هتعرفوا كده في حلقه النهارده. انا بس محتاجه ان احنا نبطل جمله انه الستات ما بتعرفش تسوق، لانه ده ستيريوتايب او شيء بيتقال بالحقيقه، بيتقال يا اميره من ستات ومن رجاله، واول ما يشوفوا ست سايقه يتعصبوا ويتضايقوا ويخافوا، قال يعني الستات ايه ماشيين يخبطوا في اللي رايحه واللي مجانين يعني. الحقيقه انه اللي انا بشوفه انه الستات والرجاله الاثنين هما الاثنين بيسوقوا بنفس الكواليتي او بنفس الكفاءه يعني. ولو هنشوف الحوادث الاكثر اللي بتتعمل، هي بتتعمل من سواقين ميكروباصات وسواقين نقل، واللي اغلبهم بيكون رجاله. اول ما بيبقى في حادثه او مشكله على الطريق تلاقي يروح اي حد كده قاعد معاكي يقول لك اكيد دي واحده ست اللي سايقه. وفي ستات فعلا انا معاكي بيقولوا كده يعني، في ستات بيخبطوا بالذات هي ست وراجل. طب ليه اكيد؟ وحضرتك جبت الاكيد ده منين؟ ليه يعني احنا ماشيين بالعربيه في امان الله ناخد سمعه زي دي؟ يعني ما يصحش ما يصحش. وكمان تلاقوا ناس بتوصف سواقه الرجاله اللي ما بيعرفوش يسوقوا، يعني انا مش هقول كده بس بيقولوا نهى يعني رمزا انه دي سواقته سواقه ستات، وكانها سواقه ستات دي شتيمه. ده غير لما تيجي تركي العربيه يقول لك بقى دي قصه ثانيه، تحس ان الشارع كله باصص عليكي. ها اللي مش هتعرف تركن اهي شايفينها. ايوه والله بيحصل. فاهمه قصدي؟ ففي النهايه لو ما عرفتيش تركني مثلا وهم بيتريقوا عليكي يقول لك اهم الستات اهم. فهل فعلا اللي احنا عايزين نتكلم عنه بقى النهارده، هل فعلا الستات ما بتعرفش تسوق؟ وفي فرق بين الستات والرجاله في السواقه، انت شايفه ايه؟ لا، الست بتعرف تسوق طبعا، ومش تحيز يعني. انا هرد عليكي يعني، انا هكون احاول اكون في الموضوع ده بالذات حياديه وموضوعيه عشان ما نقولش اننا بننحاز للستات خالص، لان زي ما انتم عارفين احنا بنشجع من يوم ما ابتدينا البرنامج ده. والله يا جماعه احنا مش راجل وست، احنا بنشجع اللعبه الحلوه. صح. فاحنا مش بننحاز، لا انا هرد عليكم بالدراسات والابحاث. يعني الموضوع بمنتهى البساطه، حضرتك او حضرتك تاخدوا من وقتكم كده 10 دقائق سيرش في السريع، هتعرف مين بيسوق احسن، الرجاله ولا الستات. مش كلامي، هتلاقي مش بس دراسه واحده، لا كذا دراسه بتقول يا جماعه ان الستات بتسوق احسن من الرجاله، والاسباب كالاتي. ركزوا عشان الحاجات دي مهمه قوي، لازم ايه تسمعوها لكل الرجاله. اولا ان الست بتقدر تتحكم في الدريكسيون بتاع العربيه، في رزانه كده تلاقي الست ماسكه الدريكسيون كده، ايه ماسكه فيه كده. ثانيا عندنا، وده معروف، عندنا رد فعل اسرع من الرجاله في اي موقف بيحصل واحنا سايقين. وعلى فكره ده طبع الستات، ده في اي مشكله بتحصل، لو ابنك او حاجه تلاقي دايما رد فعل الست سريع جدا. عندنا القدره في التحكم في اعصابنا والتعامل مع الظروف الصعبه، ودي برضو خلقه ربنا يعني، ما فيهاش كلام. رابعا بقى، وده برضو بالدراسات، مخالفات الرجاله اكتشفوا انها بتكون 4 أضعاف مخالفاتنا احنا كستات. فلا ده لو دل على شيء يدل على ايه يا استاذه هاني؟ يدل على اننا اشطر، على اننا محترفين اكتر، وده كلام الدراسات مش كلامي. فنمسك كده يعني، نمسك بالظبط، نخش على النت 10 دقائق بس ونعرف الست بتسوق احسن ولا الراجل. انا هاخد من كلامك واقول انه الست بتقدر تعمل، وده برضو علميا، انه الست بتقدر تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. يعني احنا ربنا خلقنا الميكانيزم بتاعتنا كده. الست بتبقى في البيت ام، بتذاكر مع عيالها، بتعمل الاكل، تخلص التاسك بتاعها في الشغل، كله مع بعض في نفس الوقت، تنزل تروح تجيب ده من التمرين، ويبقى عندها سرعه بديهه حقيقة. والسواقه برضو بالنسبه لنا كده يعني، كستات شاطره في السواقه وزيها زي الرجاله يعني. اعتقد هي السواقه مهاره، لو انت اتعلمت تسوق صح هتسوق صح، سواء ست او راجل بالزبط. ان انت تلتزم بالقواعد، ونحط بقى تحت الجمله دي 100 خط، لانه الستات هي اكثر التزاما بالقواعد والقوانين، مش بس في السواقه، في كل حاجه. الستات هم اللي مش بيحاولوا ما يكسروش السرعه، بيحاولوا يلبسوا الحزام، بيحاولوا ان هم السواقه المعينه بتاعت اكسر على اللي جنبك ده وحد يركن يطلع. شغل يعني مش عايزه بس. انت شايفه نفسك بامانه في السواقه، تقيمي نفسك ازاي؟ لا انا اقيم نفسي في السواقه ان انا ست حريفه في السواقه بشهاده ناس وبشهاده رجاله. انا بقالي سنين بسوق، سواقتي
رايك حلوه، هدي يا رزينة، معانا واحده بس صاحبتي ما بتحبش تركب جنبي، ما اعرفش ليه ظلموني. بس لا انا سواقتي اقيم نفسي طبعا ان انا سواقتي جامده جدا. هاي انا بس قلت بس اقول. طب انا عايزه اسالك في السواقه، هل عمرك اتحطيتي في موقف صعب؟ موقف صعب؟ هو بصي، هو خلينا نقول ان هو كل يوم، يعني كل يوم بتحط في موقف صعب، لانه انا بيتي في المعادي وباجي شغلي هنا في اكتوبر، فطريق الدائري باخده من اوله لاخره، فده معناها ان في ميكروباصات بتبقى على اليمين بيقرر فجاه يجي من اقصى اليمين لاقصى الشمال. أيوة. وانا ببقى ماشيه بسرعه شويه، ده بيحصل كل يوم، بس ما فيش موقف اقول لك انه الموقف ده كان كبير قوي. انا بشوف انه الحمد لله انا هاديه، يعني لو عربيه وقفت قدامي فجاه ما بتخضش، بعرف بتعرفي تتصرفي. بس مره خبطت كلب انا فاكره، بس من غير قصد يعني، هو طلع قدامي. انا فاكره اليوم ده بالظبط، انا عارفه. نكمل بقى برضو الافكار. طيب تعرفوا بقى ان اكتر الحوادث اصلا اللي بتحصل على الطريق بتبقى بسبب الرجاله، وخصوصا ليه بقى؟ عشان الرجاله بطبيعتهم متهورين، بيحبوا الحاجات الخطر، بيدخلوا كده بقلب جامد، عشان كده للاسف بيكسروا قواعد السواقه. زي ما هند بتقول، تلاقيه مثلا ممكن يدخل على الحاره بتاعتك بسرعه، او يمشي على سرعه 120 في الزحمه. لكن الست برضو يمكن عشان قلبها خفيف شوية بتخاف، بتحب تلتزم بالقواعد، فبتكون أقل خطر على الناس. يعني عمرك شفت ست بتاخد غرز؟ أنا باخد غرز بس عادي. أنا كمان. أنا كمان. بس يعني نقصد نقول إن الست علميا ودراسيا يعني هي ست بتحاول تلتزم بالقواعد، ما بتبقاش عايز تعمل مشاكل، أكيد مش هتكسر على سواء ميكروباص يعني وهي نازلة، ولا تنزل تشمر وتتخانق معاه. فكل دي أشياء بتدل على إن الست برضه. لا يعني ما بعملهاش الصراحة، لا أجرؤ يعني، ببقى عايز أنزل يعني. أنا في لحظات هند أنا اللي بخاف منهم جدا، مش بخاف، ما بحبهمش، اللي هم المقطورة كبيرة. اللي تمشي جنبك دي وتقعد وانت الطريق برضو، واحنا نفس المشوار. تقعد بقى فانا ساعات بقى بعمل حاجه لطيفه قوي عشان احوشهم عن طريق كلاكس، اللي هو عارفين كلاكس اللي هو بحبك ده. هو ياخد الكلاكس كده فيحس ان هو ايه، مطمن، فيقوم موسع لي. فانا يعني دول انا بحذر منهم بصراحه، ماليش فيهم خالص. خليني اقول لك ان اللي انت قلتيه من شويه هو السبب، واللي المفروض ان هو بيميز سواقه الستات. يعني ايه؟ يعني هم بيقولوا لك الستات عشان بتسوق سواقه هاديه والكلام ده كله، فهي ما بتعرفش تسوق في نظر الرجاله، لان الرجاله بيحبوا يسوقوا زي ما انت بتقولي كده. انا ما بقولش ان هم بيسوقوا بسرعه، انا بشوف انه اغلب الرجاله بتسوق بلطجه. برافو عليك، هو يلزق كده. برافو عليك. ومش احنا برضه يعني. وبرضه احنا ما بنعممش، صح ولا انت بتعممي ولا بعمم؟ احنا بنتكلم على الاغلبيه، على الاستيريوتايب. فغير كمان في حاجة، انه الرجالة اغلبهم بيبتدوا يسوقوا العربية لوحدهم اول ما يكملوا 15 سنة، ياخد العربية من ورا باباه، وساعات كمان اصغر من كده قبل ما يطلع رخصة. صعب تلاقي بنت تعمل كده. كل ده بيقول انه الراجل هو ده، خلي بالك جاي من قصه ايه، قصد ده راجل فمش مشكله، فاديله العربيه. دي بقى تربيه بقى، دي تربيه ثانيه، دي التربيه قصدي من الاول. فاللي احنا عايزين نقوله انه البنت كمان يا اميره، خلينا نقول ان هي بتفضل تقنع اهلها مثلا بالسواقه فتره طويله علشان تبدا تسوق بعد ما تتخرج، ولما تتجوز وجوزها يقول لها ما تسوقيش. يعني البنت بتخش في معاناه عشان تبتدي الموضوع ده، وده بيأثر على نفسها وعلى ثقتها وخبرتها في السواقه. فبلاش نحكم على الستات والرجاله، كل واحد لو اتعلم هيبقى كويس، سواء ست او راجل. ومفيش حد، دايما الكلمه اللي كانت بتتقالي اول ما اتعلمت سواقه، لما كنت اقول انا عارفه انا هعرف اعمل ده، مفيش حد كبير على السواقه. مفيش حد كبير، والسواقه ممارسه، ويعني بنقول بنشوف ستات دلوقتي بتفتح مدارس تعليم سواقه. يعني انا تعليقا على كلامك، انا ابويا فضل كتير قوي يقنعني الله يرحمه ان انا ما اسوقش. تسوقي ليه؟ طب انا اسوق لك، طب اجيب لك حد، لا ما تسوقيش. لا انا ما كانش بيرضى يقعد جنبي من كتر ما هو خايف. والله يعني لا، انا اهلي الحمد لله ما كانوش مجرئيني. امي يعني برضو الله يرحمها، هي كانت مجرئاني على السواقه. فدلوقتي عندنا مدارس بتعلم تعليم سواقه للستات والرجاله كمان طبعا، وبيكونوا في منتهى الشطاره والتركيز والذكاء، والست دي بتعلم راجل وبتعلم ست. فامثله كتير جدا عندنا، وكمان مش بس سواقه الشارع اللي الست اثبتت نفسها، في انواع تانية كتير. وعشان كده في دراسه امريكيه حديثه قالت ان الستات عندهم القدره الاكبر على سواقه عربيات السباقات الرياضيه بشكل افضل بكتير من الرجاله. الدراسه يا جماعه، انا مش جايه يعني اتكلم، انا جايه اقول بالدراسه بالمستندات. من ضمن السباقات الرياضيه والصعبه جدا سباقات الرالي، واللي بتعتبر من اسرع حقيقة.
واصعب الرياضات. صحيح. عربياتها بتكون متصممه تصميم يعني بتاع العربيات. بيبقى بشكل مواصفات معينه علشان تناسب السباق، والاجواء نفسها بتبقى صعبه جدا وفي اماكن خطر. خلينا اقول لكم بقى ان احنا عندنا ستات بتمارس الرياضه دي وناجحه فيها جدا، وعشان كده النهارده هيكون معانا بطله مصريه في رياضه الرالي، هنعرف منها اكتر رياضه الرالي بدأتها من إمتى وإزاي تحدد نفسها وتقاليد المجتمع وقدرت تثبت نفسها في رياضة زي دي، وهي بقى اللي هتقول لنا كمان هل فعلا الستات ما بتعرفش تسوق، هل فعلا في فرق بين الستات والرجالة في السواقة. عندنا كمان دليل، عندنا بطلة هتيجي تكلمنا في الموضوع. أرقام يا جماعة.